أهلا إلى تفاعلكم. نبدأ مع ثالث كلمة لحسن نصر الله أمين حزب الله منذ بدء عاصفة الحزم. الخطاب واجه نقدا واسعا، نرصد بعض التغريدات هنا. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش رأى الخطاب سقوطا سياسيا وأخلاقيا جديدا لنصر الله. أما صالح فاستغرب من حديث نصر الله عن العرب ومن يصفقون في الخلف يحملون علم إيران. تغريدة ثالثة من أحمد بن مقبل اعتبر فيها أن انهيار الحوثيين وغياب صوت الحوثي والرئيس المخلوع سبباً لظهور نصر الله المتكرر، فلا بد أن يعوض غيابهما. رواد مواقع التواصل لم يعبروا فقط عن آرائهم تجاه خطاب نصر الله، بل أعادوا فتح ملفاته القديمة. فبعد حديثه عن العروبة في خطاب الأمس، تداول البعض خطابا قديما لنصر الله يتحدث فيه عن مشروع تحويل لبنان إلى دولة فرعية لإيران. ومشروعنا الذي لا خيارنا لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع دولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. مقطع آخر من الكلمة نفسها تحدث فيها نصر الله عن إيمانه بالارتباط المباشر بإيران. نتابع. العلاقة أيها الإخوة بالنسبة لنا، أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي أجهزته العاملة. لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع ومطمئن به. وهناك من فضل أن يرد شعرا. الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذي خطفته الرياضة عن الشعر قال للعربية إن حجم الأكاذيب في خطبة نصر الله استفزه فنطق شعرا. الأمير أضاف للعربية أن القصيدة ستغنى أيضا خلال أيام. نتابع. على قدر هول الحزم تهذي العمائم، وتأتي على قدر الذهول الشتائم. لنا في ربا صنعاء أهلا وإخوة، بغى فيهم الأشقى وذل المسالم. تقول نقيض الشيء والشيء ذاته، ولست بنصر الله أنت الهزائم. ألا نحن عصف الحزم نودي إلى الردى، وللصحب والأحباب نحن النسائم. على قدر هول الحزم تهوي العمائم، وتأتي على قدر الهلاك. الصراخ على قدر الألم، جملة قالها المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري، فتداولها المغردون. ولكن دعني أؤكد على نقطة هنا، أن هذه الأصوات نعلمها تماما ونعرف من هو الذي وراءها. هؤلاء هم من يتباكون على مشروعهم الفاشل في اليمن. هؤلاء هم من بنوا هذه الميليشيا للإضرار بالمواطن اليمني. هؤلاء يرون مشروعهم الفاشل الآن يهدد أمام ناظريهم، ولذلك هذا شيء طبيعي أن يكون تصرفهم ووجودهم في الإعلام وحربهم الإعلامية تهدف إلى إدامة هذه الميليشيات. ولكن نقول لهم أن الصراخ على قدر الألم. ونتوقف مع هذه الصورة التي وردتنا على هاشتاغ تفاعلكم. فقد وجه سالم النهدي رسالة شكر للملك سلمان وأرفق شكره بصورة لرسالته التي كتبها بطريقة مختلفة. ولتفاعلكم بخصوص مواضيع فقرتنا اليوم أو مواضيع أخرى، هاشتاغنا هو تفاعلكم كما يظهر على الشاشة أمامكم. إلى اللقاء.